جديد إثر التعددات إثر تعدد القراءات السياسية لطريقة التعامل مع الإصلاحات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الشامل مؤخرا، وتمسك كل طرف بفهمه وموقفه إزاء استشارة الشعب مباشرة أو الإجازة عبر المؤتمر البرلماني العام، بين حجج ومسوقات عملية تراعي الكلفة وأخرى مؤسسة على تفاهمات مكتوبة. الدستور الموريتاني وأطواره والاستفتاء ومقتضياته والمؤتمر البرلماني ودعاته. وهل ستبقى التفاهمات السياسية على القراءة القانونية أم العكس؟ ما طبيعة الجدل الدائر حاليا حول الإصلاحات الدستورية؟ وهل يكون فقهاء القانون الدستوري الحكم أم هو الرئيس؟ هذه الأسئلة أثيرها الليلة مع الأستاذ يعقوب السيف، وهو محامي وأستاذ جامعي، للتحدث ولمناقشة الموضوع ولإثارة الإشكالات السياسية والقانونية المرتبطة به. الأستاذ يعقوب، شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك في هذا النقاش. أهلا وسهلا. أنت كتبت مؤخرا حول جملة من الإشكالات المرتبطة بهذا التساؤل بهذه التساؤلات بصفة عامة، وخصصت أكثر مقال للحديث عن الدستور. في المجمل تصف الدستور بأنه دستور موريتاني فائق التحمل. هل يمكنك أن تعطي للمشاهد ولنا جميعا لمحة عن يعني الوضع الدستوري في موريتانيا وإشكالاته وأطواره بصفة عامة؟ تفضل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. فقط العبارة هي عبارة للعميد أحمد سالم الهبوط في مقاله المشهور عن الدستور الموريتاني، حين يصفه بالقدرة على التحمل، القدرة الفائقة على التحمل، الحمد لله بودير، واللي قد ترجم حتى بالمعنى اللهجي عنه تنجل طبعا، لأنه هو دستور 20 يوليو 91 تعرض لما يبرر أن لا يبقى له وجود، لأنه في انقلاب 2005 تم تعطيله، ثم ليثبت لاحقا عن طريق القانون الدستوري 14/2006، ثم أيضا ليتعرض من جديد للحجر بمناسبة انقلاب 6 غشت 2008، حين أيضا تم تعطيل جزء منه وبقي ذلك الدستور، ليعرف أيضا مراجعة لاحقة متعلقة بالموثق عن الحوار الذي تم سنة 2012، وليتم أيضا تعديله. معناها أنه دستور تعرض لانتكاسات حقيقية، ربما يمكن القول أنه هو لا يوجد بحكم إرادة شعبية الآن بقدر ما يوجد بحكم تفاهمات سياسية من الناحية القانونية، لا يبقى له أثر. هذا هو موقف الذي دفع الأستاذ بوط إلى هذا الوصف، لأنه ما عرفه أيضا من تعديلات تم دائما خارج إطار المراعاة أو الصرامة الإجرائية والمبدئية السياسية. طيب، عندما تتحدث عن الصرامة الإجرائية وعن يعني التفاهمات التي يتم الآن صياغة النص الدستوري والوثيقة الدستورية بصفة عامة على أساسها، أي الجانبين أو يعني طريقتين هي الأنجع والأكمل، أم أنه بالإمكان إدماج الجانب الإجرائي مع الجانب التفاهمات السياسية وغير ذلك؟ هذا على ضوء التجارب الأخرى، فرنسا، المغرب وغيرها من الدول التي شهدت مراجعات في مجال الدستور. هي المراجعة الدستورية ينظر لها من أكثر من زاوية. أولا من حيث الأساس الذي تقوم عليه، وهي مبدئيا ممارسة قانونية ومبوب عليها، أي أن الدساتير يتم تعديلها، والجهات التي لها ذلك محددة وإجراءات ذلك محددة. من هذا يؤدي إلى حسم نتيجة حاسمة فيما يتعلق بإعمال المبادئ القانونية فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. هناك أيضا مسألة متعلقة بالمحتوى وبالتوقيت، بمعنى أنه الحاجة إلى التعديل
وبتوقيت التعديل. هذه هي التي يكون فيها التضارب أو يمكن تقديرها بحسب الحال. مثلا ما يجري نقاشه أو صار نقاشه سابقا في موريتانيا يتعلق بمسألة مكانة الاستفتاء الشعبي. الواقع نحن نستلهم من فرنسا، وفرنسا عرفت التعديلات الدستورية بالآليتين، آلية الاستفتاء والآلية البرلمانية، على اعتبار أن هنالك آلية متعلقة بالاستفتاء مستقلة مبوب عليها في دستورنا بالمادة 38 وفي الدستور الفرنسي بالمادة 11. هذه الآلية تسمح لرئيس الجمهورية بالمبادرة إلى استفتاء الشعب في القضايا الوطنية دون المرور بالإجراءات البرلمانية. في فرنسا جرى نقاش، ومع ذلك لم يمنع ذلك الجنرال دوغول من اللجوء بها مرتين، كانت آخرها التي دفعت به إلى ترك السياسة حين رفض استفتاء التعديلات المتعلقة بمجلس الشيوخ وبالمجالس الإدارية. لكن هو هنالك فكرة يجب توضيحها، أنه فكرة الاستفتاء يقدم أحيانا أنه سلطات للرئيس أكثر مما هو حق للشعب، والعكس هو صحيح. فرانسيس أمو يعني صريح في هذا المجال أنه يجب أن يفهم الاستفتاء أنه وسيلة لممارسة الديمقراطية المباشرة، وسيلة للمشاركة السياسية للشعب، وسيلة لتجاوز الأزمات. وبالتالي هو كان يطالب، هذا الفقيه الدستوري كان يطالب بتعديل مادة 11 من الدستور الفرنسي لتشمل إمكانية ممارسة الاستفتاء بالمبادرة الشعبية، أي أنه تكون هنالك استفتاء أو التعديل الاستفتاء عن طريق النواب وعن طريق الرئيس وعن طريق الشعب مباشرة. نحن في موريتانيا نضيق في هذا الباب الواسع، ونفهم الاستفتاء أنه إجراء يجب أن يمر بالبرلمان، أو فسرنا المادة 99 على ذلك النحو أنه لا بد من المرور على البرلمان. والواقع أن المادة 99 بقراءتها تظهر بشكل واضح أن المنصوص عليه من إجراءات متعلقة بموافقة ثلثي إحدى الغرفتين على المشروع وثلثين من كل غرفة المصادقة على المشروع، أن هذا يتعلق بالمبادرة البرلمانية، ويتدعم ذلك بشكل واضح أيضا. أعتقد أنه يمكن هذا أن يفيد في النقاش، أنه لا يستساغ أن يكون للبرلمان حجر على مبادرة الرئيس لتعديل الدستور، ولا يكون للرئيس حجر على مبادرة البرلمان، بمعنى أنه أقصى سلطات الرئيس فيما يتعلق بالمبادرة البرلمانية هو أن يحول أو أن يحول المشروع البرلماني إلى الاستفتاء، أو أن يقول طريقته بحيث يكون عن طريق المؤتمر. إذن لكن ماذا عن الحالة التي يكون الرئيس فيها المبادرة؟ حسب الفهم المقدم من طرف الكافة، حسب ما فهمت، أنه ليس له أن يبادر مباشرة. معنى ذلك أنه للبرلمان أن يحجر على مبادرة الرئيس. كيف هذا؟ والقانون الموريتاني في المادة 38 ينص على أن للرئيس أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، يعني ألا يمكن أن يكون هذا في صلب يعني هذا هو هذه المادة بالخيار مربوط بالرئيس. هذه المادة هي التي تقابل مادة 11 في الدستور الفرنسي، والتي تعطي للرئيس الحق بمباشرة الاستفتاء دون الرجوع إلى الشعب. بطبيعة الحال الدستور الفرنسي الجمهورية الخامسة دون الرجوع إلى البرلمان، لأنه غير القول بغير ذلك معناها أن البرلمان له الحق في أن يبادر إلى تعديل الدستور. طبعا مبادرة التعديل للرئيس والبرلمانية في هذه الحالة بحسب الفهم 99 المقدم ليس للرئيس أن يستشير الشعب بشكل مباشر، لا بد له من مرور البرلمان. وعلى ذلك الأساس يؤدي هذا إلى أن يكون للبرلمان حظوة فيما يتعلق بالتعديل، لا 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 يحوزها الرئيس، رغم أن الرئيس أنه غير منطقي أن يكون للبرلمان ما ليس للرئيس في نظام رئاسي أو شبه رئاسي. بل أنه التوجه في الطاقة الآن حديثا هو إلى التمكين للشعب من أن يبادر من نفسه بالمطالبة بإجراء التعديل لا يمر على الرئيس ولا على البرلمان. لماذا؟ لأنه هذا أيضا يساعد على تجاوز الأزمات الاجتماعية، يعني النقاشات الحادة. والاستفتاء عنده ميزة أنه كيف تقدم منها شيء قد فيها شيء متعلق بالقضايا التي لا يتبرر فيها رأي عام وازن يرجع فيها إلى الشعب.
مثل ماذا؟ إذا أردنا أن أي قضية الصورة. أي قضية مطروحة للنقاش ما فيها رأي حاسم في يكون تجارب فيها حد يعمد فيها إلى هذا من الناحية النظرية. لكن بالنسبة لموضوع الاستفتاء في موديتان عنده معنى آخر. أولا هو يفهم أنه سلطة من الرئيس بينما هو حق للشعب. أيضا المبادرة للتعديل للرئيس وللنواب، إذن لا حاجة للحوارات فيها، بمعنى أنه نحن عندنا منطق غريب نقبل بأن تكون المبادرات شبه جماعية من خلال فرقاء ولا نحتكم أو لا نقبل بالاحتكام إلى الشعب. الحوار الذي تم سواء كان الحوار الأول أو الثاني، هذه الحوارات كان بالإمكان أن يعمد إلى مبادرة تعديل الدستور دون المرور بها. إذن هو المطلوب هو حوار مفضي إلى اتفاق. أما وأن هذه الحوارات كلها تعني استقطاب أو تزيد الاستقطاب، فلا أعتقد أنها تتجه في الاتجاه الصحيح الذي تدعو إلى الاستفتاءات أو التعديلات، والذي هو إجماع وطني أو اتفاق مفضي إلى تسيير أكثر عقلاً للأمور. في كل الحالات تكون صلاحية الرئيس للدستور الموريتاني مبوب عليها وواضحة، ومن ضمنها أيضاً الاختيار بين اللجوء للمؤتمر العام أو للاستفتاء، السلطة التقديرية فيه للرئيس. ما قدم من فهم هذا الأساس. ماذا لو كانت المبادرة من الرئيس مباشرة بالذهاب إلى الاستفتاء؟ هذه حالة أخرى، يكون الرئيس هو الذي لجأ إلى هذه الاستفتاء مباشرة. أنا اللي فهمت الآن عن القانون هذا المطروح مشروع التعديل أنه قدم إلى البرلمان. وقدم إلى البرلمان على أساس أنه سيمر بالإجراء المتعلق بالحصول على مصادقة ثلثي الغرفتين، كل من الغرفتين، ثم يبقى بعد ذلك الباب مفتوح للذهاب إلى الاستفتاء أو إلى الذهاب إلى المؤتمر. أنا لا أقول بهذا الفهم. طيب الفهم المناسب حسب قراءتك يعني ما طبيعته؟ هذا القانون قدم على أساس أنه مبادرة من الرئيس. على هذا الأساس لا يحتاج إلى المرور على البرلمان. لا يحتاج إلى ذلك. في قراءة أولية. في أي قراءة كانت. لماذا؟ لأن المادة 99 واضحة تقول لا يقدم مشروع تعديل إلا بعد الحصول على ثلث إحدى الغرفتين. إذا المشروع مقدم من البرلمانيين. ولا تتم المصادقة عليه، المصادقة على مشروع إلا إذا حصل على الثلثين. القول بإمكانية عدم أو تصور إمكانية عدم حصول مشروع مقدم من الرئيس على النسبة المطلوبة في البرلمان معناها حجر، معناها إلغاء سلطة الرئيس في مبادرة التعديل. بينما بالنسبة للبرلمانيين ليس للرئيس أن يمنعهم من التعديل، لأنه إما أن يوجه المشروع إلى الاستفتاء وإما أن يوجهه إلى المؤتمر. يعني اي منطق قد يصح بها؟ طيب الا يمكن ان يفهم من مضمون الماده 99 ان الاستفتاء او الاستشاره حول الوثيقه الدستوريه بصفه عامه لاحقه على تصويت البرلمان؟ ما لي دوله تحاول بالضبط للتاكيد، حاولت تاكيد هذا الموضوع. ابدا نعم. انا ذا المعنى ما لا اقبل به. والعدل الجنرال دغول لا يشهد له. المشروع إذا كان مشروعا يقدمه برلمانيون يمر بهذه الإجراءات. إذا كان مشروعا يقدمه الرئيس ليس له أن التوجه مباشرة إلى الشعب. طيب قررت لك لماذا؟ دعني أن أتحدث عن بعض الجزئيات والتفاصيل فيما يتعلق بالبرلمان الموريتاني. نعم. هنالك برلمان بقرفتيه، يعني القرفة السفلى والعليا. ما يخص مجلس الدستور، مجلس الشيوخ، والفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري. الفتوى رقم 01/2016 صادرة عن المجلس الدستوري أو القرار. هذا القرار يقضي بانتهاء مأمورية مجلس الشيوخ ويطالب بتجديد جميع فئاته مرة واحدة. في هذه الحالة نحن سوف نعرض الآن نص دستوري، وثيقة دستورية على قرفة سبق للمجلس الدستوري أن أفتى فيها. ما طبيعة هذا الإشكال قانونيا وفقهيا؟ هذا هو اللي في التدوين كتبت عن الموريتاني. أنت كتبت تدوين اسميتها لا مبدئية في التعديلات الدستورية. نعم. على معناها أنه أي نقاش حول التمسك بالدستور
نفاق. من الكل الرئيس يصرح أنه جاء بالانقلاب وانقلب مرتين على الدستور. لا 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 لا, لا أفتي على أحد، لا أفتيت على أحد، قالها صراحة. المعارضة انقلبت على الدستور مجتمعة وفرادة. كيف هذا؟ تفصل لي حالتين سياسية. والواضح ليس هنالك من تمسك بالدستورية. تم الانقلاب على الرئيس معاوية ألغيت الدستور والإرادة الشعبية التي جاءت به ألغيت. حكم المجلس العدالة والديمقراطية باسم المؤسسة العسكرية. إذن لم يتباكى أحد على الدستور. وللتذكير أن ما تم من تعديل بتلك المناسبة في القانون الدستوري 14/2006 أنه كان الوصول إليه سهلا. لماذا؟ لأنه من طبيعة الساسة في موريتانيا أن ينظروا إلى ما إلى النتيجة دون الطريق. معناها أنه كان السياسيين يسعى هدفهم عدم إثارة العسكر للحصول على دعمهم للنجاح في الانتخابات. معناها كان هنالك ورشات سموها بوطنية تبقى قرار جاهز وجاهز للاتفاق لأن الهدف ومسألة الانتخابات. إذا ما في مبدئية بتمسكوا الدستور جيش جو حكم ما عرض ولا قال بلا خلط مسيرة ولا قال حد شيء بل بالعكس مسيرات تأييد. وطيب الطبقة السياسية غير عن اللي إزاء تعاملها الآن مع الدستور نفاق في مراحله وإصلاحاته وحتى في عملية ترقيعه المستمر. نفاق هي ترضى حين ترضى هي يتم تعديل الدستور بالطريقة التي مهما كانت. انقلاب على الرئيس سيد حجر عبد الله نفس الشيء أيضا. انقلاب على الدستور به اللي قرار منفرد قالوا المجلس الأعلى للدولة وبعض السلطة وبعض الطغاري انتهاك الدستور مادة 2 شخلك قسموا واحدين معاه واحدين معاه في النهاية حقوا عادوا معاه. معناها أنه ما تم من اتفاقات أيضا تم على الأساس. معناها عن مبدئية دستورية خليه هو صراع سياسي وليس قانوني. قانون واضح، دستور واضح، إجراءاته واضحة. الآن تسمع حديث يقول لك يجب أن يمر عبر البرلمان. ترى لماذا؟ لماذا؟ تصورا أنه البرلمان قد عن طريق المؤتمر لا يضمن ولا النواب ويصوت ضد التعديلات. معنى هذا مسألة تكتيكية. وقعت ملاك تكت عن البرلمان اللي بطلب منه التعديل. المجلس الشيوخ في عام منتهي وليد. قالها المجلس الدستوري يعني قرارات ملزمة. قرار المجلس الدستوري ملزمة جميع السلطات. طيب لو ذاك وحده التعديلات السابقة هذه عدلها البرلمان أيضا شرعيته مطعون فيها. لأنه تم التمييز له بشكل غير قانوني. طيب صح. أنا ما هي أول مرة تطلب تعديلات محل شك ومحل لماذا؟ لأنه صراع سياسي. ما دام هنالك صراع سياسي وتسجيل نقاط لا أعتقد هل أن القانون يعود. هل يمكن أن نصنف هذا الصراع السياسي يعني انطلاقا من العام 2009 حتى الآن بأنه أزمة سياسية مستمرة ومستفحلة وبدت ملامحها مؤخرا كيعني متأصلة داخل الطبقة السياسية بعموم فرقائها، وأن هذه الأزمة السياسية في النهاية لا يمكن حلها إلا بترقيع الدستوري وإجراء الإصلاحات المستمرة؟ هل الدستور هو الملاذ الحقيقي للنقاشات والحوارات السياسية؟ أستاذ عبيد، الدستور هو آخر شيار تبعد. أما أنا قلت لك فيه مسألة القانونية فما في المحتوى. ما هي أهمية التعديلات؟ ما هو درجة الحاح؟ هذه خطوات سياسية الهدف منها هي أحزاب المعارضة. وراني هنا اختار نقول عن المعارضة ما هي معارضة، يعني كلمة معارضة هذه وموالاة هذه مفاهيم موريتانية غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لماذا بشكل واضح يعني وله شيء حتى الذين يحكمون الآن هم المعارضة. يكون لعاة معارضة قال شخص ولا اثنين. أنا كنت خلاص مجلس الشيوخ والاجتماع والجمعية الوطنية لهم لي رؤساء الغرفتين من حزب سياسي معارض جاي منه يامس واكثر المنظمة يناضلوا هي والله بعضهم بعد. يعني لهم هذه الوزراء اللي الظاهرين متخرجين من مدرسة من حزب سياسي. وكأنك تريد أن تقول أن رئيس مجلس الشيوخ أبو حسين نور الحاج بالإنابة صح؟ وأن رئيس مجلس الجمعية الوطنية أيضا محمد البليل كان في السابق من حزب معارض يعني والواجهة المعارضة وأنهم اختار الآن إدارة من يسميه توماس تسميه حق لحد الحكومة نقول لك نيكا
أين؟ لا لا يعني أنت أشرت إليه ما فأنا احترام للمشاهد. أنا ما أقصده، أنا ما أقصده إنه ما في شيء قادو معارضة فم حظيرة أو تائرة تتربص بها الناس وتمشي. معناها إذا كان مسألة متعلقة ببرنامج وصلوا الناس يلا يعدلوا، هي هو هي خلطة الشعب يحاني المعارضة، المعارضة تحاني الشعب. معناها عن الشعب ينتظر انه في يوم من الايام ستاتي المعارضه وتشق رايتها، والمعارضه وسيلتها الشعب. اذا هو صراع ما هو منتج، لان حكمنا مع عوجه 21 سنه وصار يعني رفض الحوار معه ورفض الحصول على جزئيات متعلقه قد تفيد العمليه، معناها لا فقط اسقاط النظام، سقط معاويه. طيب يعني كان الذين يعارضون معاوية باركوا الحكم الجديد العسكري الجديد، ليس ذلك ويكاد فقط. يكون الحكم جدريه الحكم العسكري والمدني في موريتانيا، ليس ذلك تكون فقط. هو ما في شيء يتقدر، وما تحسن في موضوع اسمه شرط. طيب دعنا نعود للنقاش الدائري حاليا حول هذه المقتضيات المتعلقه بالاصلاحات الدستوريه. تم استدعاء البرلمان للانعقاد من جديد من ضمن الملفات المعروضة هذه الإصلاحات الدستورية الجديدة. في المحصلة يتوقع تمريرها من قبل الغرفتين، ثم ماذا بعد ذلك في قراءتك؟ شو أنا أعتقد أن الناس مصورة، أو عندي قراءة خاصة، أنا أعتقد أنه ليس هنالك إصرار أو هذا قد يباشر البعض، أنه في النهاية قد يكون هناك إصرار على تمرير هذه التعديلات. كيف نقاش نقاش والله لا يتناقش الناس ولا يقدموا يخاض فيها، لكن ما هي أهمية تمرير هذه التعديلات بالنسبة للسلطة؟ شنو هي؟ يعني احترام اتفاق سياسي بينها و عليها بذل الجهد فقط ليس تمريرها، وعندها ايضا رغبه وابدتها من خلال يعني استقبال الرئيس والحكومه لاعضاء البرلمان الموريتاني، وبما ينم عن ضغط على المشرع لاعتماده ولتمريرها. شوف هذا هو الناس. طيب ماذا لو لم تمرر هذه؟ ماذا يضر؟ ماذا يضر السلطه؟ هذه ايضا انا اقصد انه الان النقاش يمشي شور جهه، وقع من يدري قد لا يكون هنالك حاجه الى أو, او 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 لا يقدموا اضافه الى السلطه تمريرها عدم تمريرها. طيب لم تمرر، يعني ما هو المكسب؟ هل يعني والخسارة؟ هل يعني انك ربما تشكك في 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 انا اعتقد في هذا في هذا الاطار بنوايا السلطات القائمه حيال الإصلاح الدستوري؟ أنا أعتقد عندي قناعة راسخة أن هنالك لاعب واحد وفاعل واحد. المؤسسة ما هي المؤسسة؟ رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. الخيارات كلها بيدي. بما في ذلك إعادة تكرار السيناريو اللي هو انقلاب مباشر أو مرشح مدعوم ثم العودة، معناها أنه الطرف الثاني ما عنده شيء مقدمه، ما عنده شيء نهائيا وتوف. هنالك فاعل واحد، وبالتالي الان ما تسمع عنه هو ماذا قال الرئيس. طيب ماذا سيفعل الرئيس؟ طيب استاذ اسمح لي، وليس ما هي مصلحه هذا الفاعل الذي عبر مرارا وتكرارا عن عدم رغبته في تجديد مأموريته؟ ما هي مصلحته في ترتيق دستور وهو سيقادر في النهايه؟ هو سيقادر وسيترك الحياه السياسيه، او على الاقل سيترك الحياه الحكم ومتطلباته. الحاجة إلى الترقيع هذا هو المسألة، لم تكن أبدا توجه هذا التوجه، وكان هنالك توجه معين متعلق بربما مس المسائل المتعلقة بالمواد المحصنة، لم يكن ذلك، فكانت هذه التوجه على هذا النحو. لكن من قال أن الرئيس سيغادر؟ هو قالها وعبر عن لا، وقال أنه سيحترم. لا، هو المهم انه ما يريده هو قال، ولكنه اذا قال شيء اخر. العبره هي شنو؟ العبره هي بوجود القوه الموازنه والقوه الضاغطه. صحيح. طيب القوه الضاغطه، دعني اتحدث في صلب هذه القوه الضاغطه عن الجوانب المتعلقه بالتمثيل في البلاد. هنالك هي الان شركاء في عمليه الاصلاح، يعني تصرف سياسيه معارضه،
وتتحاور مع نظام، تحاور معه في حواراته المختلفة 2011، وأيضا في أطوار أخرى تحاورت معه كتل سياسية وأحزاب سياسية جديدة معارضة. هنالك تمثيلية أخرى تعكس الأحزاب السياسية المعارضة والمقاطعة لكل يعني هذه العملية التقارب السياسي. وهنالك النظام والحزب الحاكم والمؤسسات الحزبية التي تدور في فلكه. هذه العناصر الثلاثة أو الأربعة إذا حاولنا التوكيد عليها، هل تعتقد أن عملية الإجماع ضرورية في يعني في حجز الإصلاح الدستوري في ما بين مكوناتها، وهل يمكن أن يتحقق هذا الإجماع؟ ما دون تحدث بين قوسين حول التفاهمات وأن البريطانيون يسعون دائما إلى إيجاد نوع من التفاهم. لا، نعطيك جواب مو علمي وقطعي بالنسبة لي. لا يمكن أن يتم التفاهم، لأن المتصارع عليه هو السلطة الرئاسة. الآن يفهم بعض القوى أنها لا تدخل في حوار، هذا ليس منطقة الديمقراطية ولا شيء، لكن المسألة فقط أنه أي حوار لا يفضي إلى طريق مفتوح للوصول إلى السلطة ليس محل النقاش، وليس من المنطقي أيضا أن يتصور أن من يحوز السلطة ولا يجد إكراها لتركها أنه سيبادر لتركها من تلقاء نفسه. إذا المسألة محسومة. هذا الحوار الآخر هو فقط لملء الوقت، لفتح الباب لمن أراد أن يقبل بمعادلة أحد الطرفين، معناه أنه إذا قبلت الأطراف الأخرى بما دون الرئاسة كل شيء مات طوعيا. يعني وخصص ما تبقى من النقاش للحديث عن الأطراف الأربعة أو صيارة المعادلة من جديد. دعنا نتحدث الآن عن حظوظ تمرير الإصلاح الدستورية برلمانيا من قبل الأطراف السياسية المعارضة والمشاركة في الحوار. هنالك أحزاب سياسية داخل قبة البرلمان ولديها ممثلين، هل تعتقد، وبعضها يعارض تمرير التصليحات عن طريق المؤتمر البرلماني ويطالب بالاستفتاء، بينما البعض الآخر يطالب ب يعني المؤتمر البرلماني، هل تعتقد أن المعارضة داخل قبة البرلمان الآن تشكل توازنا أو إضافة بإمكانها التشويش أو إزعاج المشرع فيما يتعلق بتمرير هذه الإصلاحات؟ لا أعتقد أن المعارضة بمعنى المعارضة، يعني حزب تواصل، حزب تمام، حزب التحالف الشعبي التقدمي وبعض الأحزاب الوئام أقصد الوئام يعني. لا، والمسألة أنه الآن الخشية هي من أنه، أو ليست الخشية، أو الواقع أنه على مستوى مجلس الشيوخ هؤلاء يدعون إلى يعني الانتحار، معناها أنه تصويت على مسائل متعلقة بحل الغرفة التي ينتمون إليها، وجاءت بشكل أزعج الكثير منهم ولا زال يعبرون عن ذلك، وهو غير مضمون فيما يتعلق بالتصويت السري. انقطع عن أنه هذا هو الذي يعلي من شأن السسبنس فيما يتعلق بالتصويت، لأنه خارج ذلك بالنسبة لما يتعلق بمصادقة على المشروع بشكل علني، ولكن في إطار المؤتمر لا بد من أن يكون تصويت سري، وهنا الناس ليس مضمون أن يقدم هؤلاء على التصويت بنعم، خاصة في ضوء التصريح الأخير للرئيس فيما يتعلق به أنه سيدعم مرشحا معين، لأنه الطامعين المتربصين بالرؤساء الآن بدأت بوصلتهم تتجه للبحث عن من يكون ذلك الشخص للانضمام إليه أكثر حتى من الرئيس نفسه. طيب، الطرف الآخر القائب من المشهد الحالي ممثل في منتدى المعارضة وفي حزبي تكتلي وإناد من جهة أخرى، هذه تهدد بمقاطعة وإفشال العملية الاستفتاء إن وصلت الأمور إلى الاستفتاء الشعبي. هل تعتقد أن هذا إفشال أو عدم هم طالبوا بتفعيل العمل على لا يحصل استفتاء أو على إفشاله، هذا في بعض الأدبيات الصادرة عن هذه الأحزاب السياسية. هل تعتقد أن هذا نوع من المشاركة كما يعني في قراءة أخرى للمجموعة السياسية يعني الموازية، أو أنه وبأي وسيلة يمكنهم العمل على إزعاج
الوثيقه الدستوريه في مرحله الاستفتاء. هم لا يريدونها ان تمرر او يريدونها تمرر بشكل معين. ان وصلت المرحله الى الاستفتاء الشعبي وكان الشعب سيشارك، يعني في الظاهر ان هنالك عمليه لافشال هذه العمليه هذه الاستفتاء، اما بمقاطعه التصويت او بالتصويت سلبا. هل هو نوع من المشاركه في حد ذاته؟ هذا السلوك سلوك ديمقراطي سلوك جيد، ولكن مشاركة طبعا من أطراف تقاطع الحوار وتقاطع مقتضيات. طبعا هو حين يلجأ إلى إرادة شعبية حد تغير ما عنده مبرر يعد استفتاء. مثلا عندك من الطرق محاولة إضعاف نسبة المشاركة، هذا يحد من مصداقية الاستفتاء مثلا، هذا كمثال. عادة الاستفتاء ناجحة كاملة في الغالب العام، يقال الضعفاء تضعف نسبة المشاركة وأشياء من هذا القبيل. ما عدا ذلك ليس ما يسمى معارضة، ما بيدو شيتو. طيب بيدي هو الشعب يقول لك حاليا شو المعارضة سيتعدل، والمعارضة يعني الشعب ما هو المعارضة، الشعب متفرجته. طيب الدستور في اي مكان يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي، قلت بانه عاده يتم تمريره. تمام. ففي هذه الحاله هنالك يعني حراك دولي اقليمي يستند على محاججات قانونيه واخلاقيه تتعلق باحترام الافارقه الدول الافريقيه كلها للدستور. هنالك ضغط أوروبي على موريتانيا مؤخرا، كانت هنالك مجموعة برلمانية أوروبية في هذا المجال. هل تعتقد أن البعد الدولي حاضر في مجال نقاشات الدائرة السياسية داخل موريتانيا حول الدستور؟ البعد الدولي حاضر وسيتقوى حسب اعتقادي فيما يأتي، لأنه كلما قربت الاستحقاقات المقبلة كلما استدعى ذلك حضورا أجنبيا كبيرا، لأنه ما نراه الآن هو إرهاصات لقرب تلك المرحلة. معناها أنه الحديث الآن ما هو الأساسي، لأن ما بعده هو الأهم اللي هو المتعلق بالاستحقاق الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في موريتانيا. العالم حاضر ويراقب ويسعى إلى دور، لكن هذا الدور يفصل بحسب مصالح الخارج. معناه لا يفهم حد مولي أيضا أنه لمصلحة فلان أو ضد علان بقدر ما يقدم ذلك طرف من تنازلات أو من ضمانات مصالح الطرف الأجنبي. طيب في هذا السياق المؤتمر الذي انعقد في واشنطن بين القادة الأفارقة والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كان الرسالة الوحيدة التي أراد أوباما وصلها أريدكم أن تحترموا الدساتير. كذلك فرنسا أفريك حدثت نفس الشيء مع هولندا. الآن أوروبا بحجمها وبقوتها تضغط على الدول الإفريقية واحدة تلو الأخرى من أجل الإبقاء على الدساتير أو احترام العهد يعني الانتخابية. وهنالك عامل آخر يتعلق بالضغط الشعبي، هذه الشعوب تريد إبراز مشاركتها في احترام المقتضيات والنصوص. أنت رأيت التجربة في غامبي وفي بعض الدول الأخرى، هل الدساتير في إفريقيا تتجه إلى عملية يعني إنضاج أو اكتمال هذه المراجعات التي تطالها كل وقت؟ هو بما في ذلك الحل البوليتيكي. الواقع أنه الحكم المطلق في هذا أنه صعب، والشعوب أيضا مولي فيها ما هو كامن وقابل للتفتق في أي لحظة معينة. لكن الظاهر في الحالة الموريتانية هو عكس ذلك، بمعنى أنه مثلا نحن كنا قلنا تحديد مأمورية رئاسية، طيب الآن سيتم احترامها، لأن من هذه الناحية لا تعارض مع الدستور، لكن بكم طريقة يمكننا أن نصل إلى الاستمرارية خارج المأموريتين وبالطرق القانونية. الرئيس الحالي حد الانقلاب على معاوية، رئيس معاوية، وجاب مدني ورأسه وقلعوا بانقلاب وترشح ووعد رئيس ديمقراطي. إذا قالوا اللاعب المنفرد، طيب هذه قلب الديمقراطية. أو في أغنية للفنان المعلومة قالوا العسكري، قالوا المدني سرق العسكري، هذه 2007 ب 2008 أو
يعني صدرت في هذه الفترة الزمنية التي هاي الأغنية صحيح هاي لين قالت والشعب وعاو عرف كذا ما بتعرف مازال الله يحنين الله يقول له الرئيس يزرق له طيب تقول له سلطة طيب السؤال الأخير أستاذ على كل حال هذه يعني المراحل التاريخية قريبة جدا والموريتانيون لا تزال يتذكرونها بمختلف أطوارها ما يتعلق بالانقلابات والمشهد السياسي الذي رافقها أنت تصفه بين قوسين بالمنافق بشيء ما فيما يتعلق بالتعاطي مع الانقلابات هذا هكذا فهمت منك للنخبة السياسية للنخبة السياسية والله. والله طيب أين هي النخبة القانونية الخبراء والفقهاء في القانون الدستوري والقانون العام هل هؤلاء مشاركون أين هي رؤيتهم القانونية وأين موقفهم إزاء الاعتداء على وثيقهم يرون أنهم من يقف خلفها ومن يفصل فيها ومن هو برجع الأساس لها مع احترامي لمن استشير ويستشار في هذه المناسبات هؤلاء هم مشرط المنقلب على الدستور هم آلة التجميل هم آلة التفصيل على المقاس طيب القانون بصفة عامة مع كامل الاحترام طبعا والقانون مع المراكز القانونية بصفة عامة والدستور بصفة خاصة متى يكتمل في موريتانيا؟ القانون بنية فوقية انعكاس لبنية تحتية معناها انه المسألة تجي من تحت تجي من وعي شعبي تجي من 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 تجارب نحن ما زلنا في بداياتها تجارب جميع الطرق وعنها لا تفيد كل مشروع أقدم اهترت به الناس فترة معينة قد تعجب الناس تكتشف أن الطريق الصحيح هو الاحتكام إلى القانون الموضوعي اللي يخاطب الناس بصفاتهم والمصادقة للبرلمان منتخب انتخابات حرة ونزيهة على أنه هذا يأتي ونحن مجتمع بدايته مازال طيب المجتمع الذي لا زال في بداياته وهنالك بنية يعني تحتية مناوئة مناوئة للمفهوم القانوني والنصي بصفة عامة هل تعتقد أن القانون الموريتاني وعمل تفعيله وتطبيقه واحترامه ترتبط بالوعي الجماهيري وبقدرة الناس على الذود عن مكتسباتهم القانونية في أي مرحلة سيصل المجتمع إلى هذه المرحلة؟ أرجو أن لا تكون بعيدة وإن كان الواقع ولا شيء بذلك ما هي الأطر التي يمكنها أن تنضج وتساهم في إنتاجها؟ ما شاء الله يعني هذا التحديث هذا الوعي بالعالم الآخر يعني عامل مساعد مثلا تخريج الناس واعية رؤية العالم من حولنا هذا العالم وصل عن طريقي القانون احترام القانون معناها انه هذا يقول يواسي الوعي انه متزايد وقد ياتي بنتيجه باسرع ما تخيل ايضا ملي بعض يتخيل بعض الناس اللي متشائم طيب بدون ان نتشائم اشكرك على هالمشاركه وعلى الجهد القانوني الذي تبذلونه من اجل اطلاع الرأي العام حول المقتضيات التي ترتبط بالاصلاحات الدستوريه والتعديلات الجاري الحديث حولها شكرا لمشاركتك في هذه الحلقة نتمنى أن نستضيفك في مواضيع أخرى وأن نناقش مزيدا من المواضيع التي تهم المشاهد الكريم مشاهدي الكريم بعد هذه الإطلالة عليكم مساء اليوم للحديث عن التعديلات الدستورية وعن دور فقهاء القانون الدستوري إزاء هذه عملية التعديلات المستمرة ستتابعون بعد قليل فقرات ثلاث تتعلق أولها بالتحكيم بين الطلاب المشاركين في المنتدى الطلابي الأول في موريتانيا حول ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي وبعده مباشرة تتابعون نقاشا بين أكاديميين موريتانيين حول مكانة التعليم الخاص في البلاد ثم ننهي هذه الحلقة بعرض شريط أنتجه مدونون وناشطون فيسبوكيون يظهر محاولات شبابية للخروج من العالم الافتراضي إلى ميادين التأثير ميدانيا نتمنى لكم متابعة مريحة بعد الفاصل وفي الأسبوع القادم كذلك نتابع موضوعا يتعلق بحدودنا الشمالية تحياتي
اهلا وسهلا بكم مشاهدي الاكارم من خارج استديوهات حوار واكشوب ومن داخل الحرم الجامعي لنناقش هموم قطاع التعليم العالي وتطلعات الطلاب، وذلك على إثر تنظيم الجامعة اللبنانية لأول ملتقى وطني حول ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي. هذا الملتقى الأول من نوعه تم اختتامه اليوم، فحوار واكشوب يتواجد حيث يتواجد الطلاب والأساتذة والأكاديميون الساعون والمهمومون بهذا الوطن والمسكونون بمستقبله وبتدبير أيضا تطلعات أجياله. للحديث حول هذا الملتقى سوف نتحدث بعد قليل للأستاذ دكتور الشيخ العتيه، وهو أستاذ جامعي ومحامي. اهلا وسهلا استاذ، اهلا بكم معي في هذا اللقاء. مرحبا. انت بالاصح رئيس لجنه التحكيم في هذا الملتقى الاول، هل يمكنك ان تطلعنا على تجربه هذه اللجنه؟ كيف انتظمت؟ يعني ما هو طبيعه العروض وماذا قدم الطلاب والى اخره؟ كان لي الشرف ان تراست لجنه تحكيم لتحديد الفائزين في هذا الملتقى وتقويم مستوياتهم الفكرية والحوارية عبر جملة من المعايير وضعتها لجنة التنظيم مسبقا. وقد استمرت هذه المباراة طيلة 3 أيام، كنا نقوم كل فريق مقابل الفريق المقابل له، وتميزت هذه المباراة بما يسمى بأدب المناظرة وأدب الحوار، واتسمت بروح عالية من الانضباط والمستوى الثقافي والفكري لدى الطلاب. هذه المناظرات كيف دارت؟ حول ماذا؟ ما هي طبيعة الفرق التي شاركت فيها؟ وأيضا على ماذا كان يتناظر الطلاب بشكل؟ تبارى في هذه المناورات 12 فريق على مستويات مختلفة وباللغتين الفرنسية والعربية، وكان الوقت منظما وكان لكل فريق وقت محدد لعرض رأيه وتقديم الدليل على صواب ما قدمه وتقديم حصيلة لرأيه. بعد ذلك تقوم لجنة التحكيم بتقييم طريقة الأداء وطريقة التقديم وطريقة الاستدلال والعرض، ثم تخلص إلى إعطاء علامة كل فريق. بعد هذا قامت لجنة التحكيم بتصفيف الفرق، أي تحديد الفرق الفائزة وذاهبة للشوط الثاني وللشوط النهائي. تصفيف الفرق وغير ذلك من المفاهيم والاصطلاحات التنافسية. التنافس داخل الوسط الطلابي يؤدي إلى مستويات الطلاب. يشاع داخل الوسط أن الطلاب في الجامعات وداخل الوسط الجامعي أصحاب مستويات متدنية بالمقارنة مع نظرائهم في العقود والسنوات الماضية. هل يمكنك أن تحدثنا عن المستويات الحقيقية للطلاب بدون تجميل للصورة وبدون تقديم صورة مغايرة؟ بما أني عشت تجارب الأجيال، يعني اعتباري من جيل السبعينات وجيل الثمانينات الجامعي، وباعتباري أستاذا في كليات الحقوق بالجامعتين، جامعة اللبنانية والجامعة الوطنية، وبمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، لم أفاجأ بالمستويات التي كانت تتبارى أمامي باعتباري أستاذا ملاحظا للمستويات الطلابية، لكني لاحظت اهتماما لدى الطلبة فيما يتعلق بالشأن العام وبالأمور التي
تتعلق بكبريات المشاكل المطروحة في الوقت الحاضر. ثم أني لاحظت المستوى اللغة مستوى الرفيع اللغوي للطلاب من خلال اللغتين الفرنسية والعربية، وأيضا عندما أقارن بين المستويات الطلابية في الفترة الثمانينية والسبعينية والمستويات الحالية لم تقع لي مفاجأة، وإن كان الأمر يتعلق بحكم نسبي، أي أن كل مجموعة يكون بها شخص متميز وتتفاوت مستوياتها الثقافية وتتفاوت إتقانها ومستواها الفكري والاطلاع على معالجة القضية المطروحة أو المشكلة المطروحة. لكن ما يطبع هذه الفرق هو الانسجام والانضباط ووجود ما يسمى بمستوى من القابلية للحوار المقبول والعقلاني الذي علينا أن نتعوده ونعود إليه باعتباره موروثا ثقافيا فيما يسمى بأدب المناظرة الذي كان عندنا. ممتاز. على كل هذه المناظرات تندرج في سياق عام يهدف إلى تشجيع الحوار والتحاور وتأسيس لبنات السلام بين المكونات الاجتماعية وبين الوسط الطلابي بمختلف تبرعاته. شكرا لك على المساهمة، نتمنى لك موسما قادما أفضل ومزيدا من المناظرات. كما أشكر أيضا تلفزيون الوطنية على اهتمامها بهذا الموضوع باعتباره نوعا من إشاعة أدب الحوار والمناظرة الذي غاب عنا بعد أن كنا نعلمه، وكان علماؤنا يتبارون في هذا النوع وهذا اللون من الثقافة. حفظك الله. إذا نواصل تغطيتنا فيما يخص هذا الملتقى الوطني الأول حول الوسط الطلابي، ونواصل النقاش مع الوسط الأكاديمي. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الخاصة المشتغلين في قطاع التعليم الجامعي الخاص للحديث حول مكانة هذا القطاع في السياسات العامة للدولة، ومكانة كذلك المربين وتطلعاتهم فيما يتعلق بتكوين الأجيال وتأطيرها وتجهيز المستقبل وتأزيزه بمنظومة تربوية تنتمي القطاعين العام والخاص. سوف أكون في هذا المساء سعيدا بالحديث مع الأساتذة الدكتور الشيخ أحمد الطالب علي، وهو مدير المعهد الجامعي المهني. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بالإضافة إليه نتحدث وإياكم مع الدكتور شامخ والمبارك المدير الأكاديمي للجامعة اللبنانية الدولية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شامخ. أهلا وسهلا. لعلكم تكتشفون من خلال ضيوفي أن البعدين حاضرين فيما يتعلق بالوسط الجامعي العام والوسط الجامعي الخاص. أستاذ، دعنا نتحدث عن الوضع العام والسياق العام لمكانة التعليم الجامعي والتعليم العالي بصفة خاصة في بريطانيا، ورؤيتكم كذلك لهذا الوسط بذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. منظومة التعليم العالي في موريتانيا سواء كانت من تعليم عام أو من تعليم خاص، منظومة كسائر منظومات التعليم العالي في سائر بلدان العالم، وخاصة في دول الجوار، لأننا نقارن أنفسنا بدول في جوار أكثر من دول أخرى. وبالتالي هنا منظومة تعليم عالي لها مخرجاتها ولها مطالبها ولها إمكانياتها المحدودة ولها مشاكلها، من مشاكل
تخص بالتعليم العالي بصفة عامة، ومشاكل تخص بالتعليم العالي في دولنا النامية ودولنا الغير متقدمة. وبالتالي أملنا كثير وأملنا كبير بأن تكون مخرجاتنا في هذا الإطار وفي هذا الجو من الـ من الـ من الـ من الـ اللقاءات، وفي هذا الجو من السياسات العمومية والسياسات الوزارات الوصية على التعليم العام والتعليم الخاص، أن تكون لنا مخرجات موائمة ومخرجات لها شأنها ولها تأثيرها في تنمية البلد وفي تقدمه كسائر الدول المتقدمة. أستاذ الكريم، أنت تتحدث عن تطلع فيما يتعلق بسياسات عامة التعليم العام وزارات التعليم العالي، صح؟ هل تعتقد أن الانسجام بين القطاع التعليمي العالي والوزارة الوصية حاصل؟ نعم، الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي الوصية خاصة منذ 2014 أصدرت استراتيجية أو بدأت في تطبيق استراتيجية من رأينا كممتهنين التعليم والتكوين كفيلة بأن ترفع مستوى التعليم العالي وترفع من مستوى مخرجاته وترفع من مستوى أداء الطالب بصفة عامة، مغضومة من 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 نصوص ومغضومة من الجودة في التعليم العالي ومنظومة في البحث العلمي وحتى منظومة في مؤسسات التعليم العالي بدأت تعمل على 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 رفع مستوى أدائها بنصوص وبإرساء مجالس لرفع مستوى هذا التعليم. طيب، هذا جيد فيما يتعلق بالتطلعات التي تحدثت عنها، ولعل هذه التطلعات أيضا ذات صلة بالتعليم الخاصي الجامعي. التعليم الخاصي الجامعي هو نظام تعليم جديد على موريتانيا تعكسه عدة نماذج، من بينها نموذج الجامعة اللبنانية التي يشارك معنا المدير الأكاديمي في هذه الجامعة دكتور شامخ. هل يمكنك أن تعطي للمشاهد صورة عن ما يحصل داخل النظام الجامعي الخاصي وعلاقته بالقطاعات الوصية وأيضا يعني سياق عام حول هذا التعليم؟ أولا نشكركم على الاستضافة ونشكركم أيضا على تواجدكم في رحاب الجامعة اللبنانية الدولية. لا شك أن التعليم العالي الخاص على مستوى موريتانيا جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية التي تسير من طرف وزارة التعليم العالي. والتعليم العالي الخاص يلعب دور مكمل لتعليم العالي العام، إذا لا يوجد فرق أو عدم انسجام ما بين القطاعين، هو قطاعين يعني مجالين ولكنهم يعملوا في نفس الهدف، يتحقق نفس الأهداف وتكوين الفرد الموريتاني. التعليم العالي الخاص له خصوصياته، له ضوابط تجعله أو تمكنه من العمل أو تحقيق أهداف تكميلية للتعليم العالي العام. فعلا تجربة التعليم العالي الخاص موريتانيا يمكن يقال بأنها تجربة جديدة مرت بعدة مراحل، ولكن الفترة الأخيرة أصبحت يعني تجربة ناجحة، وكان الجامعة اللبنانية الدولية السابق في إنجاح يعني صورة التعليم العالي الخاص وإعطاء دفع متميز ومساهمة أيضا أصبحت بارزة العيان نتيجة عدة عوامل: جودة المقررات، كفاءة الأساتذة، غرف تربوية التي تتم فيها العملية التربوية. كل هذه الأمور جعلت مثلا التعليم العالي الخاص يصل إلى مرحلة جديدة، والتعامل الوزارة الوصية أصبح أيضا أكثر تفهم لهذا القطاع الذي له خصوصياته وله دوره في التنمية الوطنية وتنمية الفرد الموريتاني. وفي هذا النطاق أيضا يعني نستوحي تنظيم الملتقى الذين لاحظوا الحديث عن هذا الملتقى. دعنا نتحدث بتفصيل عن تجربة الجامعة اللبنانية في موريتانيا. هل تعتقد أن سوق التعليم الخاص في موريتانيا يستطيع أن يستوعب هذا التنافس داخل الجامعات الخاصة بحيث يصل
انه السوق يكاد يكون صغير او قليل او يصيب وهكذا يصيبه البعض. ما دام تحول التعليم الى عمليه تسويق أولا خصوصية التعليم الخاص أنه تعليم يلبي حاجيات الفرد، لأن الفرد حينما يسجل في مؤسسة خاصة يبحث عن تكوين معين، وهذا التكوين عادة يكون تكوين مطلوب على مستوى السوق، برغم أن أيضا جامعات الخصوصية وككل الجامعات تحاول أيضا استباق، يعني مجموعة دراسات تبحث مثلا عن فرص العمل حتى تكون الأفراد في المجالات التي تتوقع أن هناك مثلا احتمال إيجاد فرص عمل لخريجيها. وبالتالي جامعات خصوصية عادة تلبي دائما حاجيات الفرد، والفرد دائما يعني حاجياته تنبني على حاجيات السوق. لو مثلا حاولنا تقييم أو معرفة مثلا حصيلة خريجين الجامعة اللبنانية الدولية، العدد كبير من خريج الجامعة اللبنانية الدولية الآن يعملون في مؤسسات خصوصية أو يتابعون دراساتهم في مؤسسات جامعية أجنبية، يعني قليلا منهم الآن يعاني، برغم ان هناك يعني البعض لا زال يعاني من مشكله البطاله، ولكن نسبه الناس اللي حصلوا على الطلاب اللي حصلوا على العمل تفوق بكثير الطلاب، نسبه الطلاب الذين لا زال يبحثون عن العمل. طيب دكتور الشيخ احمد، انت عميد ومدير المعهد الجامعي من هل يعني هذا ان الجامعه في مقاربه اخرى تتجه إلى تكوين مهنيين وإلى تهيئتهم لسوق العمل، ما طبيعة معهد جامعي مهني؟ ماذا يضيف؟ المعهد الجامعي المهني إضافة نوعية في فضاء التعليم العالي منذ 6 سنوات، وهو معني في إطار قطاع التعليم العالي بما يسمى بأمهنة التعليم، يعني تكوين مخرجات مهنية. أنتم تعلمون أن التعليم كان منذ 30 سنة في مولاي تعليم عام، كان يكون مدرسين، يكون أساتذة، يكون أطباء، الدولة كانت بحاجة إليهم، لكن لم تعد بحاجة إليهم منذ عقد أو اثنين، وبالتالي أصبحت بحاجة إلى مهنيين، إلى من امتهنوا مهنة ويستطيعون ولوج سوق العمل بسهولة. وبالتالي ارتأت الجامعة منذ سنوات أن تنشئ المعهد الجامعي المهني لكي تضيف إضافة نوعية لتعليمها، ولكي تخرج شباب لديهم شهادات مهنية قادرين على ولوج العمل، ولوج سوق العمل بعد تخرجهم مباشرة من 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 التعليم. طيب هذا السوق العمل الذي تتحدث عنه ما هي طبيعته؟ في أي مجالات تعملون على بما يخص المعهد الجامعي المهني؟ نعمل على مجالات عدة، وخاصة مجالات ما يسمى بالمجالات التكنولوجية، يعني نكون شباب بعد البكالوريا خلال 3 سنوات في مجال ما يسمى بمجال الاتصالات، يعني كل ما هو تقنيات الاتصالات، يعني كل ما هو هواتف نقال إلى غيره، في مجال المعلوماتية بحسبه يعني مهم جدا في 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 فضاء التعليم العالي. هناك ميدانات اخرى هي الرياضيات المطبقه على 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 الاقتصاد، ك ما يسمى بالاستاتستيك، يعني الاحصاء. هناك تكوين في اللوجستيك والنقل، هناك العديد من الشركات المعدنيه تطالب بان يكون هناك هذه الخبرات، لأنها يذهبون دائما للخارج للبحث عن خبرات في هذا المجال، وإلى آخره من 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 ميادين مهمة لسوق العمل. طيب سوق العمل، والحديث عن سوق العمل أيضا يجرنا إلى مزيد من البحث فيما يتعلق بتجربة الجامعة اللبنانية في هذا المجال. ما هي المجالات الرئيسية التي ترون أن الطلاب الموريتانيين يتجهون إليها في السياق العام؟ بالرغم من أن الجامعة اللبنانية تحتوي أو قادر على تقديم حوالي 62 تخصص، إلا أن على مستوى الموريتانيا التخصصات المفتوحة تناجز حوالي 12 تخصص.
وعلى العموم هي تخصصات إما في مجال الأعمال والتسيير يعني محاسبة والتدقيق المالية البنوك مصادر البشرية تسيير المشاريع وهناك أيضا تخصصات مجال المعلوماتية البرمجة والشبكات كمان هناك تخصصات أيضا في الإنجليزية لكن هون الإنجليزية يعني بها الإنجليزية من ناحية العملية من ناحية المهنية لا يعني آداب الإنجليزية يعني هناك تخصصات تتطور أكثر إلى المهنية وهناك أيضا تخصص في مجال علوم التربية والقيادة ما يخص السلسلة الكتالة هذه التخصصات التي عليها إقبال على المستوى الوطني لعل هذه التخصصات تثير مزيدا من التحديات التي ربما تتعلق بالوساطة الجامعية الخاص هل يعني الكفاءات التي تدريبها وتدريبها الجامعية ستتحصل بعد التخرج على الشهادات الكفيلة بمدفعين خاص والعامل بريطانيا وربما قبولها داخل الجامعات الأجنبية والجامعات الوطنية من أجل مواصلة الدراسة الآن أو القبول في فرص أخرى فعلا خريجي الجامعة اللبنانية الدولية إلى حد الآن منهم فيهم يعني بعضهم تمكن من الحصول على متابعة دراسات في جامعات أجنبية جامعات فرنسية جامعات مصرية حتى أيضا جامعات آسيوية وجامعات كندية منهم من حصل على فرص عمل في مؤسسات وطنية خصوصية أو عمومية ومنهم أيضا من ما زال يتابع دراساته على مستوى الجامعة هناك بعض المشاكل فعلا هناك بعض المشاكل ما بين الجامعات يعني إلى حد الآن طلاب جامعات خصوصية لا يمكن يحصل على مقاعد في الجامعات العمومية نتيجة لبعض الترتيبات القانونية يعني بعض النصوص وأعتقد أن الجامعة اللبنانية الدولية قد تتجاوز هذه الصعوبة في وقت النصوص التي تتحدثون عنها يعني الحديث مع العميد حولها النصوص الناظمة لقطاع التعليم العالي في موريتانيا بشكل عام والخاص ما الذي حتى الآن يجعلها غير منفذة أو غير مطبقة أو يعني لا تزال هنالك بين شد وجد بين القطاعين العامين العام والخاص النصوص في غالبها لم تكن موجودة أساسا كانت هناك نصوص مع التعليم العالي بدأ من سنة 81 بإنشاء أول جامعة في موريتانيا وكانت هناك نصوص لا تعدو كونها نصوصا لإنشاء جامعة أما تسييرها أمام منظومة التسيير ومنظومة كل النصوص التي يجب أن تحاط بها الجامعة لتسييرها لم تكن موجودة بالأساس وجدت شيئا بعد ذلك وخاصة منذ 2014 منذ 3 سنوات بدأ التعليم العالي يفكر في أن تكون هناك نصوص واضحة لكل مؤسسة نصوصها التي تسيرها وهناك نصوص عامة على كل مؤسسات التعليم العالي وهناك نصوص عام من ذلك في كل مؤسسات ليست الجامعة ولكن هناك مؤسسات تعليم عالي في 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 وزارات أخرى كوزارة الصيد وكوزارة البيئة وإلى غيرها هناك منظومة من 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 نصوص التعليم العالي هي وجدت منذ 2014 وهي الآن قيد السلطات الآن تعمل على تطبيقها على مستوى كل مؤسسة وستؤتي إن شاء الله نتيجتها لأنها بدأت هذه السنة بالتطبيق والمؤسسات كلها متفائلة في التعليم العالي وحتى التعليم الخاص الذي كان أيضا ينقصه منظومة لمنظومة نصوص متفائلون كلنا أنه أصبحت هناك بنية تحتية قانونية من النصوص كفيلة نستطيع من خلالها أن نزاول المهام التي هي مهامنا كمكونين وكمواطنين في التعليم العالي. طيب هذه المهام التي تعملون على رفعها والتحديات التي تعملون على رفعها تجعلني أتساءل بالسياق ذاته عن دور الوسط الأكاديمي
بالضغط وبالتأثير من أجل موائمة القوانين الموريتانية مع الواقع الموجود بالوسط الأكاديمي. طبعا مجمل النصوص التي وضعها القطاع هي نصوص أتت من المؤسسات نفسها، يعني يطلب من المؤسسات أن 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 تأتي وتبدي رأيها وتعطي ما هي النصوص أو الآليات التي هي كفيلة بأن تنظمها، وبالتالي تؤخذ كل الآراء وتنشأ النصوص. ولذلك كما قلت قبل قليل النصوص جاءت أولا من المؤسسات قبل أن تتبناها القطاع الوصي، وبالتالي هي كفيلة بأن تنظمها لأنها اختارتها لنفسها في غالب الأحيان. ممتاز. طيب أستاذ شامخ، دكتور شامخ، الفعاليات الموازية التي تنظمها جامعتكم من بينها الملتقى الطلابي الأول، هل تعتقدون أن الاستثمار في الطلاب بما يتعلق بتشجيعهم على المزيد من الاندماج والتحاور وإشاعة مفاهيم السلم، ما المراد من هذه المحايات وما طبيعة الدور الذي تضم به الجامعة في هذه المنتديات؟ أنا أعتقد أن هذه المنتديات أو هذه التظاهرات عبارة عن واجب يعني تربوي على كل مؤسسات تربوية أن تعمل على 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 تنظيمه، لأن الساحة الثقافية أو الساحة الطلابية تحتاج إلى هذا النوع من المبادرات لفتح آفاق جديدة لرفع مجهود التكوين للطلاب وحثهم على المزيد من 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 التحصيل المعرفي وتحصينهم أمام الثقافات الوافدة التي لها آثار سلبية. هذا بالإضافة أيضا إلى رفع من 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 روابط ما بين الطلاب ومحاربة بعض الأفكار التي قد تعطف بمجتمع، بعض الأفكار التي أنا أعتقد أنها سلبية ناتجة عن 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 عدم إيجاد مدرسة ثقافية أو فكرية موحدة لكل الطلاب جامعات، يعني كل الشباب على مستوى موريتانيا. إذن هذه التظاهرة أو هذه المبادرة عبارة عن نعتقد أنه واجب وطني يجب على كل مؤسسة تربوية أن تحذو حذوه، وإذا كانت الجامعة اللبنانية أخذت مبادرة لكن أيضا تعتز بدور الريادي الذي قام به المعهد الجامعي المهني الذي شاركنا في ذلك. قبل أن تتحدثون عن سياق يخص أساس تنظيم هذا الملتقى، هذه القيم المجتمعية البعض الآن يتحدث حولها وعن تهديداتها، هل تعتقد أن الوسط الطلابي يمثل بؤرة لها أو أن الوسط الطلابي موهوب؟ لا، أعتقد أن الوسط الطلابي يجب أن يكون حامل للرسالة المضادة، حامل للرسالة الوحدوية، حامل للرسالة الأخوية، حامل لقيم الوطنية. إذا وسط طلابي وسط يعني على مستوى معين من الفكر، يجب أن يكون هو المسؤول عن الوقوف أمام كل هذه يعني الأفكار التي قد تشكل خطرا على المجتمع الموريتاني. فهناك مشاكل ولكن هذه المشاكل يجب أن تعالج ظروف معينة، ومن الخطر هو أن يكون الوسط الطلابي حقلا لهذه الأفكار هذا الخطر يعني. الموضوع الذي الوسط الطلابي بالقطاع العام، الطلاب ما هم إلا مجرد انعكاس مسير لما يحدث في المنازل في الأحياء في الشارع في الطقسي. إذا أنتم نظمتم ملتقا من هذا القبيل أو شاركتم في تنظيمه، هل تعتقد أن عملية التحول الاجتماعي والتغير الاجتماعي الجارية بالإضافة إلى أيضا احتقان أو ما يسميه البعض بين قوسين احتقان جاري يمكن أن يساهم الطلاب في تهدئتها، علما أنني رأيت على البندرول الأساسي عندكم حمامتي سلام، هل هي عملية تحويل الطلاب إلى سوراء سلام؟ لا يخفى عليكم أن عملية التكوين وعملية التعليم لا تقتصر على التكوين والتعليم، بل تذهب إلى أبعد من ذلك عند بعد اجتماعي بامتياز، لأنك
لو كنت مهندسا أو طبيبا ذا قدرات عالية وكونت مهندسا، أنت كونت أفراد وشئت أفراد، لكنك لم تكون مجتمع، لم تنشئ مجتمع. يجب أن يكون هناك بعد اجتماعي، وبالتالي الملتقى الذي نحن ننظمه اليوم هو فرصة لهؤلاء الشباب أن يلتقوا، أن يجتمعوا، أن يتحاوروا بما بينهم، أن كل واحد يفهم الآخر، كل واحد يفهم عادات الآخر. أحد في الملتقى وضع مثالا رهيبا، هو قال أن هناك بعض الأجانب يأتون إلى موريتانيا يقضون سنة سنتين ثم يذهبون يتكلمون اللغات كلها، الحسانية والفولارية والسونيكية والفي. هنا تجد في مجتمعنا منزلين، الواحد متجاورين منذ 40 سنة وولد الأبناء والبلد، هذا لا يفهم لغة هذا وهذا لا يفهم لغته ولا يفهم عادات ولا يفهم، غريب هذا. يعني الدور الآن هو أن ننشئ فضاء للقاء الشباب فيما بينهم، لأن لا نكونهم وحدهم على التشغيل والتكوين ومهاراتهم الفنية، بل نكونهم أيضا على العيش، على العيش بين أفراد مجتمعهم الواحد. عندما غدا يلجون سوق العمل وهم يبدأون حياة اجتماعية كما يطمحون إليها، سيكون كما قلت السفراء في هذه المنظومة الاجتماعية التي نريدها للبلد والتي نريدها للشعب، لتكون هناك لحمة بينهم، ونحن كفيلون نهيئ لهم، دورنا كممتهنين للتعليم والتكوين، وأن نهيئ لهم هذه التربة، ومن بين تلك التهيئة هذا الملتقى الذي نظمناه لهم هذه السنة، ونرجو أن يكون إن شاء الله لبنة لملتقيات أخرى ولبنة لمؤسسات أخرى. أنت الملتقى هذا تحدث حول موضوعين اثنين، الأول يتعلق بدور الخطاب الديني لتعزيز ثقافة الاجتماعي والسلمي، وأيضا ركز في ندوة أخرى حول دور الإعلاميين والفنانين، وقال الرأي فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والسلم. لماذا تم اختيار هذين يعني الركنين الأساسيين، رجال الدين والإعلاميين والفنانين، طبقات اجتماعية وقادة رأي في جميع الحالات؟ هل تعتقدون أن هذه المجموعات تزيد من حدث الاحتقان أو لها دور في تخفيف؟ أشير أولا إلى أن الملتقى ضم مجموعة الفعاليات. أولا هناك مناورات ما بين الشباب حول مواضيع مقترحة من الشباب، وكانت يعني مناورات بكل حرية، وتم التعرض لهذه المواضيع بكل حرية. أما الجانب الآخر فكان حول بعض المحاضرات التنويرية حول بعض المواضيع التي نعتقد أنها هامة وخيرة، يعني كوكبة الرسالة. الذين شاركوا في إنعاش هذه المحاضرات كانوا على مستوى متميز من الكفاءة ومستوى أيضا متميز من الوطنية، إذن كان لهم صيتهم على المستوى الوطني. فعلا هذه المحاور تعتبر محاور أساسية ويجب التعرض إليها لإنارة الرأي أمام الشباب حول المشاكل الوطنية بكل حرية، حول أيضا إعطائهم الصورة الصحيحة. كلنا يؤمن بدور الإسلام، بدور الدين في توجيه الشخص الموريتاني، إذن وجود الخطاب الديني، خطاب موجه للوحدة الوطنية، موجه للعدالة الاجتماعية، موجه للاحترام الآخر، نفس الشيء أيضا الخطاب الاجتماعي، معرفة المجتمع الموريتاني، معرفة عادات المجتمع الموريتاني، ضرورة التآلف والتضامن ما بين المجتمع، يعني مكونات المجتمع الموريتاني، واعتبار أن هذا الاختلاف عبارة عن ثروة وليس يعني خطرا على المجتمع. بالإضافة إلى أيضا دور الإعلام الذي يجب أن يكون دورا موحدا باحثا عن الحقيقة، عكس ما يجري في كثير من الحالات التي نأسف أن بعض الحالات بعض الإعلاميين يلعبون دورا سلبيا على الوحدة أو على التماسك بأخبار بعض الغاة تكون غير صحيحة، والتعرض إلى هذه إلى بعض الحالات التي كانت مثلا خارج النطاق الوحدوي أو خارج النطاق المصلحة الوطنية. إذن تم اختيار هذه المحاضرات وتم اختيار هذه الشخصيات لكي نعطي قيمة علمية وفكرية لهذا الملتقى الأول.
طيب هذه القيمة الفكرية والقيمة أيضا التوجيهية فيما يتعلق بخطابة، وإذا كانت عندكم أستاذ كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء لا أشكر كافة الشباب الذين شاركوا فيه والذين رأينا من خلال أدائهم ومن خلال الأهمية التي أولوها لهذا رأينا أنهم أن الفكرة وأن التجربة مهمة جدا لديهم، وأنهم اكتشفوا شيئا لم يكونوا يعرفوا، أنهم يستطيعون أن يحاور الآخر وأن يستطيع أن يجلس محله ليفكر تفكيره وأن يستطيع أن يتقرب منه وأنهم لحمة واحدة. يعني كل يوم يأتي ويقول لنا هذا لم نكن نعرف أن نستطيع أن نعمل شيء كذا، وبالتالي نحن سعداء لأننا أصبنا في هذه، ونرجو إن شاء الله أن تكون أن التجربة تستمر. أستاذ شامخ إذا كانت عندكم إضافة بختام هذا اللقاء في قلب دقيقة. إذن أشكركم أولا، أشكر قناة الوطنية على هذه المبادرة المتميزة، كما أشكر كل من شارك في هذا الملتقى، وكما قلنا للطلاب المشاركين كانت الفكرة هو تحميلهم برسالة السلام والحوار واحترام الآخر، وهذا كان شعار الملتقى حمائم سلام نحو وطن موحد على قلب رجل واحد. وأرجو التوفيق وأن تكون هذه بداية حسنة لمجتمع راق يعمه السلام والأخوة والمحبة. طيب في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور شامخ المبارك المدير الأكاديمي للجامعة اللبنانية الدولية بنوابشوط، وأيضا لضيفي الدكتور الشيخ أحمد دول الطالب علي المدير المعهد الجامعي المهني بجامعة نوابشوط. شكرا لك على المساهمة، شكرا لكم على الإجابات الوافية والشافية. في شهر الحر أغسطس من عام 2013 اجتمع قوم اتحاد الفيسبوكيين، ونصرة للمظلوم عاهد القوم أنفسهم على إيقاد شمعة في حال كظلام الظلم، رافضين الوقوف في طابور من يلعنون الظلام دون أن يقدموا شيئا يذكر. المتحاد عبارة عن مجموعة من الشباب من توجهات عدة وجهات عدة وحتى غبائل عدة، وعبارة عن عنده نشاطات يقوم بهم، نشاطات تطوعية تحسيسية، نشاطات عبارة عن مساعدة من الضعفاء ومحتاجين. هدف الوحيد هو مساعدة مواطنين، وهو خصوصا هؤلاء اللي يعيشوا في الأحياء الشعبية، كما أنه يقدم خدمات في التوعية. ثم حملات سقاية نقوم بها، زاد هي حملات تخدم المواطن البسيط اللي نتنقل شوره في أحياء الصبيح، في ذلك الأحياء اللي يشربوا لا عن طريق العربات. نحن حاولنا بالتعاون بين نحن ومحسنين على أن نجيبوا لهم المياه الصالحة للشرب، ولا شك أنهم يستبشروا بها. التحديات جسامة وجابهها الفتية بآمال عراض، معها نجحوا في كسب الرهان واختطوا لأنفسهم إذاك طريقا يبسا لا يخافون فيه دركا ولا يخشون غرقا. على عواتقهم يحمل فتية اتحاد الفيسبوكيين هم وغم المواطن البسيط، وفي سبيل حصوله على حقه يبذلون الغالي والنفيس ويجودون بالدم والمال، راجين رحمة الملك الديان
يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونوصلوا معاناته عن طريق الإعلام، إما مرئي والله مسموع، بتشارك مع قنوات اللي يعني عندنا بيانات مرابط الرابط، ونفس الوقت موليش مدلعات اللي نشوفوا لهم بشي من الأشخاص اللي يعودوا مسكين كانوا مهمشين وهم مرضى ما هم جابرين طريقة يوصلوا بها كلمتهم، نقبلوا نحن ونوصلوا مدلعات ونجل لهم كانوا يوصلوا كلمتهم تسمعوا بنفس الوقت مولي يجبروا مساعدات. جيناهم مناسبة عيد كانوا عاقبهم الترحيل مرحلين من البلد شور بلد، قمنا توالينا باس عدة أطفال لما جاء ربما أقرب ما نقوله رسمنا البسمة يوم عيد الأضحى على 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 وجوه الأطفال اللي ربما والديهم أنا ذاك بسبب ذيك الأمور بعض كاملة ربما ما باستطاعتهم أنهم يلبسوا الأطفال. رغم حداثة سن الاتحاد إلا أن صيته طار في الآفاق وتجاوزت سمعته إخوته الذين سبقوه للعمل بسنوات كثيرة، وخلال مدة زمنية قصيرة استطاع شباب الاتحاد أن يجسدوا وحدة المبدأ وتفرد الفكرة ورقي الموقف لتكون صراطا مستقيما عليه يمشون بخطوات واثقة نحو الريادة والتميز. يقوم الاتحاد بتنظيم أمسيات ثقافية تكرم رواد السوح الثقافية والرياضية والاجتماعية تقديرا لمن أسهموا في رسم البسمة على وجوه الحيارة، وتأكيدا لسنة إنزال الناس منازلهم وتشجيعهم لكي يتأسى بهم الآخرون، فيتحقق للمجتمع توازنه بوجود من يسعون للإصلاح بعد أن أيقنوا أنهم في مجتمع يكرم الطيبين ويرفعهم إلى مراتب العليين. كل سنة عاد حفل تكريم الناس اللي كان لها صدى على الساحة الثقافية والساحة الإعلامية، كما عنده دور في مساندة الضعفاء والمهمشين خصوصا الجمعيات، كما الاتحاد عنده علاقات وطيدة ببعض الجمعيات وبعض وسائل الإعلام. يسعى الاتحاد إلى إيصال صوت المظلوم من خلال المنابر الإعلامية المتاحة وصفحات التواصل الاجتماعي، ويجند لذلك كوكبة من الطيبين الذين يحملون هم المواطن البسيط حتى يحقق مطالبه ويحصل على حقوقه دون منة من أحد. يرتبط الاتحاد بعلاقات قوية مع شخصيات إعلامية وأسماء صحفية معروفة، وهو ما مكنه من تحقيق أهدافه دون كبير عناء. والهدف الوحيد هو إيصال صوت من لا صوت له، خصوصا هؤلاء المواطنين اللي يعيشوا صراحة في جحيم، والهدف من الاتحاد عنه يوصل صوتهم، وهدف منه عنه يساعدهم قدر الإمكان. وراشد دائما نسعى بإرادة من احنا وإرادة من الخيرين أننا إن شاء الله ما يعود عملنا في زاوية واحدة، أنا راجع إن شاء الله نأخذ العاصمة ونقيسوا ذلك الأحياء الأخرى ذلك ولايات الداخل ونقوم لهم بحملة تطوعية فياك تستفاد أكبر كمية قد تستفاد من خلال هذه النشاطات المتواضعة. لا يخفي القيمون عن الاتحاد اليوم رغبته في مواصلة المشوار رغم التحديات، وقد باتوا أكثر قناعة وإيمانا أن الشباب هو عماد أي تنمية، وأن الأوطان لا تبنى إلا بعقول وسواعد أبنائها، وأن من يريد الفلاح في الدنيا والآخرة عليه أن يكون رحيما بأخيه تواقا إلى نصرته، ولحظتها يصمد جدار المشتركات ويكون شباب هذه الأرض حقيقا بالسير في وضح النهار رافعا هامه بما قدمه لمجتمعه. رغم أن إمكانيته محدودة حتى مجموعة من الشباب يمشي يقرأ
وفي مشي مولي يشتغلق هذا كامل محدود. نسبة لنا ياسم من الظروف الصعبة الحمد لله قدينا نتقلبوا عليها بعد مرور ياسم من الزمن. هذا راجل إن شاء الله أنه يدوم، وراجل إن شاء الله أن يزداد نشاطات بنقوم بها، ويزداد إن شاء الله عوننا وقوفنا بجنب الضعفاء. لا شك أن أفكار مستقبلية نحن كشباب نفكروا فيها.
حياكم الله أينما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في مسائية الاثنين من قناة الوطنية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. في مهرجانه بمدينة واذيب، رئيس حزب نداء الوطن يدعو للعمل على وحدة البلد وتماسكه. التعديلات الدستورية تشعل فتيل الحرب السياسية من جديد، والمعارضة تعتزم القيام بأعمال مناهضة للتعديل عبر المؤتمر البرلماني. نواكشوط تحتضن ندوة اقتصادية تحت عنوان الاقتصاد غير المصنف والعمل اللائق، التحديات والفرص. قرار الجمارك رفع الجمركة على السيارات يثير امتعاض العاملين في المجال ويخرجهم من حالة الصمت. وفي المسائية تتابعون أيضا تحت شعار التنظيف والتشجير، منظمة عيون من أجل النظافة تطلق أنشطتها في نواكشوط. أهلا بكم في التفاصيل. نظم حزب نداء الوطن الموريتاني مساء أمس مهرجانا جماهيريا في مدينة واذيب، حضره عديد من قادة ومناضلي الحزب، إضافة لجمع غفير من سكان المدينة. رئيس الحزب داود الأحمد عيشة دعا في كلمته إلى العمل على بناء موريتانيا موحدة ومتقدمة ومزدهرة في ظل حكم العدالة والديمقراطية، مستعرضا الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي قال إنه يسعى إلى خدمة المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة بين كافة شرائح المجتمع. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل محمد مصطفى النونو. على وقع ألحان نشيده الشجي رفقة أنغام الفنانين المنعشين، انطلق مهرجان حزب نداء الوطن بالعاصمة الاقتصادية واذيب وسط حضور جماهيري غفير. رئيس حزب نداء الوطن السيد داود الأحمد عيشة شخص في مستهل حديثه الحالة العامة للبلد، منوها بضرورة الحفاظ على الهوية وإعطائها مصطلحها الذي تستحق. لماذا لا يتعدل دوره؟ لابد أولا تطرح سؤالين، السؤال الأول هو من نحن، والسؤال الثاني هو إلى أين نحن ذاهبون. نحن عدلنا دولة